في إطار زيارته إلى مديريات وادي حضرموت، محافظ المحافظة اللواء أحمد بن بريك يطلع على المكاتب الخدمية وما تقدمه للمواطنين من خلال اللقاء الذي عقده مع المكتب التنفيذي. تأتي زيارة بن بريك لمديريات الوادي والصحراء بعد مطالبات ملحة من قبل المواطنين والسلطة المحلية بالوادي للاطلاع على أحوالهم والاستماع لهمومهم وتلمس مشاكلهم. وكان اللواء بن بريك استهل الزيارة بافتتاح الصالة الجديدة بمطار سيئون الدولي كواحدة من المشاريع الحيوية والعملاقة بالمحافظة، مشيدا بالجهود التي يبذلها الطاقم الإداري بالمطار. يسعدني جدا أن أكون بين أخواني الأخ وكيل الوادي والصحراء، الأخ قائد المنطقة الأولى والأخوة الوكلاء. سعيد جدا أن أتشرف افتتاح صالات المطار الجديدة، وسعدت أكثر بالتجهيزات والأعداد وطريقة التصميم يحمل تراث مدينة سيئون والوادي بشكل عام. وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، عقد المحافظ عددا من الاجتماعات الاستثنائية للمكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت. هذه الزيارة لامست الملف الأمني والذي يعتبر هما كبيرا لأبناء وادي وصحراء حضرموت. هذه الزيارة لامست أيضا بعض الخدمات التي عانى منها الوادي، منها انقطاعات الكهرباء والكثير من المسائل الخدمية التي يعاني منها المواطنين. كرست الاجتماعات لمناقشة القضايا الخاصة بتعزيز الأمن العام وزيادة مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة والبرامج التي تنفذها السلطة المحلية لتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الجانب الأمني، وكذلك الخدمات ذات الارتباط بحياة الناس اليومية. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.